الحمد لله ان الحقيقة ظهرت وكل الناس عرفتها. بصراحة نانسي دي طلعت بنت جدعة بصحيح. فعلا يا ماما احنا كنا ظالمينها، بس ربنا يقدرنا ورد لها الجميل لما ادم يرجع ان شاء الله بالسلامة. هيرجع بالسلامة وهيرجع قريب قوي. يسمع من بقك ربنا يا خالي. وايه اللي يخليك متأكد قوي كده؟ اصله نانسي لما تطلع في التلفزيون على الملأ كده قدام الناس وتقول الحقيقة اكيد الناس هتشجعه وتقف جنبه وتقتنع ببراءته. يا جماعه مش الحقيقه بس اللي اتقالت، ده انا شفت فيديو براءه ادم بعناية دول على النت، وواضح فيه قوي ان هو كان بيدافع عن نفسه من الراجل الامريكان اللي كان عايز يقتلهم. طالما الحكايه كده ليه مش عايزين يعترفوا ببراءته؟ واضح بس انها مساله اجراءات وهيرجع لنا بالسلامه. ده واد شهم وجدع ولازم ياخد حقه. والاول مره في مصر حجز اختلط. ايه في المية؟ رجالي وحريمي وبين البنين، الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص. منورة يا علي. ايه يا شاعر؟ ايه؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ما اعرفش ادم فين جاي؟ ادم جاي بس انا عندي مشكلة، لازم افضيله مكان. انا اعمل اوكازيون، هيقول لي ادم فين؟ هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم وقف. ما تتكلمش. اسمك عالية؟ ها؟ المفروض الصفحات واطية. رياض أم شعرك ده؟ ها؟ عمال سبع رجالة بعض. يا شاعر. والله العظيم ما أعرف. والله العظيم ما أعرف هو فين. والله ما اعرف. بقولك يا شيخ والله ما اعرف. إيه والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المايه. يا ام ما حد خارج من المحبس. يا علي اديني كده. يا حيوان بص عليك يا حيوان. يا شيخ يا شيخ خالص. سمعني؟ ها؟ سمعني يا حاضر. والله العظيم ما حنطق. والله ما حنطق. بقول لك يا شاعر انت عايز منك خدمه. اتفضل يا فندم اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيده نهايه ادم عبد الحي. بس انت كده تحتاج اهم ورقه. انا معايا قلم و استنى لقيت قلم اهو. حرام يا كراميلا حياة ام. والله يا فندم انا هخرج من هنا لما هتسترجل. حاضر يبقى عمرك ما هتخرج. يا ده انا عايزك تسترجل. يا فندم انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ اقسم بالله عارف. لو قلت لي ادم عبد الحي فين يا فندم انا لو انت كده راجل. حاضر نعرف لا مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها سامعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا لا يا فندم انت انا نفسي حد اقول لك ادم فين؟ ادم فين يا ايه يا واطيه؟ عاليه عاليه حرام. انا عايزك بقى تتجلى. حاضر. وتكتب بمزاج. والله العظيم هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك يا فندم. ماشي حاضر. عايز نسوانك اجيب لك نسوان. والله العظيم هكتب لحضرتك. عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعه حرام. حد الحانة. وحياة ابوك. انا على الدكان.
عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم، والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها. نانسي يا اخويا؟ لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي. ما اشوفش وش اهلك انا لما اكون نانسي موجوده هنا، سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. مالك يا دكتور، تعبان ولا ايه؟ عليا وطاهر وكريم طابت عليهم. ايه؟ ليه؟ يا نهار اسود. مؤكد عشان اللقاءات وصفحة التضامن مع آدم اللي عملتوها على النت. يا ريتهم عرفوني ولا ساعدوني، انا ورطت معايا ناس مالهمش اي ذنب. أمن الدولة بيدوروا عليك، راحوا لك البيت وما لقوكيش. يلا بنتي عشان نشوف هنعمل ايه. هتروحوا فين؟ معرفش. طيب حسناك في العربية. بتروحي فين؟ خليكي معايا ونسافر مع بعض. ما ينفعش يا ادم، لازم حد يقعد يواجه الظلم ده بقى، كفاية كده بجد. خلاص يبقى انا هقعد معاكي ونواجه الظلم ده مع بعض. برضه ما ينفعش، انت لازم تسافر في الميعاد اللي اتحدد لك. الموضوع بقى خطر عليك قوي، بقتش حكاية قتل وبس. بعدين أنا مهما كان شاهدة، بعدين هيقولوا عليا إيه؟ إرهابية؟ أنا مسيحية. على فكرة ينفع، لأن الحاجة الوحيدة في بلدنا اللي ما فيهاش فرق بين مسلم ومسيحي هي الظلم. خليكي بقى. مش عيب، تقلقش عليا. يلا نانسي، ورحمة يوسف لتاخدي بالك من نفسك. حاضر. وانت كمان خلي بالك من نفسك. بابا اتفضل. ازيك يا انا بنتي؟ الحمد لله. انا شفت الخبر وعرفت ان ادم بريء واني ظلمت ومسيت عليه، بس انا برضو معذور. انا زي اي اب في الدنيا كان نفسي اسطرك واجوزك راجل معاه فلوس عشان يعيشك مرتاح بقيت عمرك. نسيت في لحظة ان الفلوس مش كل حاجة. انت كان عندك حق، انا هدم هو البني ادم الشاب، ممكن ابقى مطمن لو مت وانا سايبك معاه. ما تشر علي. وحشتيني يا بنتي. انت كمان وحشتني قوي يا بابا. سامحيني يا بنتي. حبيبي يا بابا ما تقولش كده، وحشتني قوي. وحشتني يا ابني. وانت كمان وحشتني. ده انا بنتك وانت ابويا، احنا ملناش غير بعض يا بابا. حبيبتي يا بنتي. ايوه يا هشام. ازاي معليك يا باشا؟ انا اسف ان انا بكلم سعادتك في الوقت ده. يا سياده اللواء ارجوك اقف جنبي ساعدني، انا مش متعود على القعده في البيت بالشكل ده. وانا اعمل لك ايه بس يا هشام؟ انت موقوف عن العمل بسبب التحقيق،
دي مسائل روتينية وانت عارف ان احنا ما نقدرش نتخطاها. ايوه يا فندم، بس سعادتك عارف ان انا مظلوم، وبعدين سيف هو السبب، هو اللي وجه لي الاتهام، وبعدين هو نفسه يا فندم بيتخطى القانون وبيتجاوز القانون طول الوقت. اسمع يا هشام، انا عايز اقولك على حاجة. سيف مش موضوعنا دلوقتي، خلينا في ادم عبد الحي اللي هرب بسببك وخلى رأسنا في الطين. صدقني يا باشا، احنا موضوعنا سيف الحديدي مش ادم عبد الحي، لان هو السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي، بسبب تعنته واصراره على تلفيق التهم للناس وضربهم واهانتهم وذلهم، هو ده اللي خلى الحقيقه تتوه. راعي يا هشام ان سيف الحديدي رتبه اكبر منك وما ينفعش تتكلم عليه بالاسلوب ده. ويصح انه يظلم بريء ويتجاهل دليل براءته؟ هو ده اللي اتعلمناه يا باشا، هو ده القانون؟ وبعد كل ده يجي لي البيت في انصاص الليالي عشان يهددني؟ يهددك؟ ايوه سعادتك، العقيد سيف الحديدي جالي البيت وهددني، ولولا ان انا شخص عاقل كنت اتصرفت معاه تصرف تاني. قاعد يا هشام، انت عارف انا بحبك قد ايه وبعملك زي ابني، ودايما بشجعك لانك ظابط كفء ومثل للشرف والامانه. اسمع يا هشام، اول ما التحقيق هيخلص هرجعك الشغل على طول. متشكر سعادتك، متشكر. بس يا فندم انا ليه عند سعادتك طلب، واتمنى يعني لو معليك ساعدتني فيه. خير يا هشام؟ بنتي سعادتك، حضرتك طبعا عارف الحادثه اللي حصلت لها. عارف يا هشام، الف سلام عليها. الله يسلم حضرتك. هو انا يا باشا كنت كتبت جواب للسيد رئيس الوزراء على انهم يعني يتكرموا ويوافقوا انهم يعالجوها على نفقه الدوله. انا نفسي بس حضرتك يعني تزق الموضوع من عندك حبتين. قوي قوي يا هشام، بس زي ما قلت لك عايزك تهدى وما تتصرفش اي تصرف الا لما ترجع لي، مفهوم؟ امرك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه سعادتك. طيب يا سيف، مش عيب لواء سابق في الجيش يتستر على ارهابي، وفي جنبه اكبر دليل على انه مش ارهابي. مالنا عليك بقى بتسمي اللي انت عملته ايه؟ عمل بطولي؟ سنة 56 حاربنا 3 دول وبإصرارنا على المقاومة طردناهم. في 67 اتخذنا غدر، كان الموت أقرب لينا من بعض. الموت ما كانش بيفرق بين مسلم ومسيحي، ورغم الهزيمة عشنا في خندق واحد 6 سنين حرب استنزاف. رفضنا نسلم، كفحنا بإصرار وبإرادة من حديد عشان نرجع أرضنا وكرامتنا، فكان لازم ننتصر. عبرنا والفرحة كانت مالية قلوبنا، ما فرقتش بين مسلم ومسيحي. بس يا خسارة، فرحتنا ما عجبتش ناس تانيين عاوزين يهدوها عشان هم اللي يفرحوا. حلو حصة التاريخ دي. أنا دخل أمي إيه؟ خلينا في قضيتنا. اللي قدامك ده حاصل على نجمة سينا، يعني استحالة يخون البلد اللي عاش طول عمره مستعد يموت علشانها. امال ما عليك بتتسطر على ارهابي ليه؟ قلتلك ماهوش ارهابي، لقيته بذرة صالحة في تربة فاسدة، عايز يعيش مرفوع الراس في زمن انحنت فيه كل الرؤوس. يعني ما عليك بتعترف انك ساعدته على الهرب. ده اقل واجب اعمله مع شاب شهم زي ده، حمى بنتي من غير حتى ما يعرف اذا كانت من ديانته ولا لا. لا هو اتحني. شوف بقى ما عليك، انا كان نفسي استضيفك هنا كام يوم، بس للاسف ما عليك عسكري. ساعدتك اتشرف الاوضه اللي جنبي لحد ما النيابه العسكريه تتصرف معاك. ايوه يا نادر، تعالى خد سياده اللواء.
بسرعه. يا سيف ما تتعبنيش ارجوك افهمني بقى. امريكا بتتهمنا بالفشل عشان كده قرروا يبعتوا فريق من عندهم يساعدنا في القبض عليه. فشل يا باشا؟ عيب عليك اللي حضرتك بتقوله ده. بأمارة ايه فشل؟ ما احنا قبضنا على الواد قبل كده مره واتنين. قسما بالله يا باشا لو حكمت ان هقتله هقتله. بص اوصل للواد ابن صبره ده. ما ينفعش يا سيف، ده قرار ولازم يتنفذ. معليك قلت لك القضيه دي قضيتي والمساله بالنسبه لي مساله حياه او موت، موضوع منتهي. انا عايز اعرف انت مكبر الموضوع ليه؟ ما تسيبهم يا سيدي يشبعوا بيه، اهو على الاقل نرتاح منهم شويه. معليك ما حدش هيقبض على الواد ده غيري. هجيبه هجيبه مهما كان الثمن. اجيبه بقى حي اجيبه ميت مش هتفرق ساعتها. بس اوصل للواد ده. يا باشا ده ابن صبره. ابن صبره اللي سهرني ليالي. معليك ده هز سمعتي في الداخليه. هو انا شويه يا باشا ده انا العقيد سيف الحديدي. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اضيفه. ومعليك عارف واجب الضيافه. عمرك في حياتك ما شفتيها. انا متاكد ان انت هتشكرني عليها. عندي يا بنت 22، واحد 170 حصان والتاني 175. انا هسيبك بقى تحس الفرق. لما انت تموتي انا استفدت ايه؟ انا بحب واحد بس بطريقتي. هوريك الرجاله الصح. واني واني عمرك يا باشا. عايزك تظبط المزه احسن. بدي فاكره ان ادب عبد الحي 10 رجاله في بعض، مفهوم؟ لا 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 اما تخلص لا تدخل صار. الحمد لله يا جماعه، الحمد لله يا صبره. المحامي فرحني وقال لي كل الادله لصالح ادم. الله ينصرك يا ادم يا ابني ويفك كربك قادر يا كريم يا رب يا رب. لا ومش كده وبس، ده كمان كل الناس اللي شافوا الفيديو هيقفوا معايا. ده غير انهم عملوا صفحه تضامن على النت. ربنا يحفظك يا ادم ويخرجك من ورطتك على خير يا رب. ان شاء الله ربنا هيخرجه. ادم طول عمره نيته سليمه وقلب ابيض، عمره ما اذى حد. طب بمناسبه الاخبار العلوه دي، ايه رايكم بقى انا عازمكم كلكم على رز بلبن بالقشطه؟ معقوله كلنا؟ انت يا بابا ليه؟ هو انت لاقي فلوسك في الشارع ولا ايه؟ انت متاكده من درجه حراره ابوكي ولا ايه؟ خير الله يا
اللهم اجعله خير يا رب. ما تفتح يا يحيى. افتح الباب يا ولاد. خير يا رب. ايه ده؟ هاتوا لي الناس دي كلها يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ليه؟ احنا قاعدين في حالنا ما عملناش حاجه، هتخبطوا علينا ليه؟ رخامه انت مش من هنا ولا ايه يا روح امك؟ امي ايه؟ لا من هنا يا باشا. هاتوا لي امه واخواته ومراته والواد الاقرع ده. صباحيه مبارك عروسه. ها قصدتي تعالى وين انت؟ مش بني ادم. بكره اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زي بتاعت وانت بوز. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارف. لا اعرف. انا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبه عمك؟ عند امك. ولا لك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ليه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك! ده حتة صايع ارهابي معفن افعصه تحت جسمتي! يا بنت فوقي، انت بنت ناس، لا من مستواكي، ولا من بيتك، ولا من دينك! بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمة الله. النبي اديني شاحن تخين. تحت امرك. ده ب7 جنيه وعليه 2 جنيه خصم. حاج انا كنت حاسرق التليفون بتاعك بس ضميري ما طوعنيش. انا محتاج تليفون وشريحه باي شكل. ارخص تليفون عندك. والله العظيم يا حاج ظروفي صعبه. ربنا ما يوري ولادك يوم واحد من اللي انا شايفه. ورحمه ابويا اللي اجيب لك فلوس كده. راجل يا روح امي. انا مش قادر افهم انتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني ايه نظام. ليه متصورين انكم ممكن تتحدوا النظام؟ مش عارفه اصلا يعني ايه نظام. شكل كده مش عارفه. انا اقول لك نظام يعني حاكم ومحكومين. السلطه والطاعة الحاكم والأمر الحاكم والقرار الحاكم. أما المحكومين بقى مش مطلوب منهم غير حاجتين، السمع والطاعة، لأن هم أصلا مش عارفين مصلحتهم فين. الوحيد اللي يعرف مصلحتهم هو
هو الحاكم. صرت كيلو النهارده. ما هو انت السبب في اللي احنا فيه ده. ما انت لو كنت ركزتي وانت بتخلفي كنت خلفت لنا عيل كويس، مش عيل معفن زي اللي اسمه ادم ده. مالها خلفه البنات؟ حلوينهم قولهم تعالوا يجوا اتعلقوا ويتعلقوا. انما الواد الوزير ده مش عايز يجي لي. بس هجيبه، ده كنت جبت امه مش هجيبه. دي مرة مش محترمة يا صبرا، عشان ما عرفتيش تربيه. خلاص خلصت كل اللي عندك يا بيه، بس انا بقى عايز اسألك سؤال. ترضى حد يعني في امك اللي بتعمله في ايه ده؟ لو امي خلفت ادم هجيبها هنا معلقة. تم بتهريب ارهابي خطر ومساعدته على الفرار من العداله. ما حصلش سعادتك يا فندم، انا قاومته لاخر نفس، بس هو خدني على اخوانه وضربت عليه نار بس هرب في الاخر. امال ليه العقيد سيف الحديدي وهو رئيسك المباشر بيتهمك بالتقصير في اداء عملك ومخالفه حدود وظيفتك بقرار اخراجك للمتهم لتلقي العلاج في مستشفى خارج الجهاز؟ يا فندم جايز اكون غلطت اني خرجته، بس هو سعادتك كان في حاله صعبه قوي وكان بينزف وكان على وشك انه يموت. ومعليك عارف طبعا ان هو متهم مهم، لو كان حصل له اي حاجه كنا هنبقى في وضع محرج قدام القياده السياسيه. وبعدين يا فندم انا هعرف متهم ليه؟ انا طول عمري ضابط ملتزم وتاريخي الوظيفي بيشهد على اجتهادي اللي على اساسه تم تعييني في جهاز امن الدوله. اما بقى بخصوص العقيد سيف الحديدي الله يسامحه. وتفسر بايه تسريب فيديو جريمه القتل للصحافه والاعلام بعد ما كانت نسخه الفيديو معاك؟ يا فندم النسخه انا سلمتها للسيد رئيس الجهاز وتم تحريزها، وممكن تسالوه في الموضوع ده. وازاي النسخه دي تسربت للاعلام؟ ما اعرفش يا فندم، انا اخليت مسؤوليتي بتسليمها. وبعدين ممكن جدا يكون الراجل اللي كان معاه الهارد هو اللي سربها قبل ما نقبض عليه، او عمل نسخه لواحد من اصحابه وهو ده نشرها على النت. ادم فين يا مرة؟ ادم فين يا مرة؟ مرة ادم فين؟ ادم فين؟ مرة فين؟ 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 ادم فين يا بت؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ادم فين؟